حي صغير في يوم ما دخل حالة من الخوف والقلق، خصوصا بعد ظهور أول إصابة بفيروس كورونا هنا، لكن الحالة المصابة كسرت حاجز الخوف والقلق. سرد التفاصيل سيكون مع صاحبة القصة وتحديدا من داخل منزلها في الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ الله يخليك. مرحلة الإصابة وتلقي العلاج كانت محفزة لها أن تكمل ما بدأت به، وحين تماثلت للشفاء رجعت للتركيز في طموح المستقبل، فاشتاقت هي كما اشتاقتها حاجيتها المهمة في إكمال بحثها الخاص للحصول على لقب الماجستير. سارة تصدرت أحداث الشأن المحلي في الديوانية كونها أول إصابة سجلت رسميا بفيروس كورونا بعد عودتها بإجازة مفتوحة من دراستها في إيران، لكنها غيرت الخوف إلى تحدي وحجرت نفسها في غرفتها، ومن ثم ذهبت بنفسها إلى الجهات الصحية لترقد مع أبيها في القسم الخاص في المستشفى العام لأجل أن تنجح في التغلب على ما أصابها. أحب أعتذر لكل واحد من المنطقة أنه سببت له رعب، قال وجدنا كورونا وشي. بصراحة شفت التعليقات أنه الناس هواية مرعوبين من المرض. أحب أقول لهم أنه ممكن الخوف اللي صار عندهم أسوأ من المرض نفسه، لأنه كورونا حالها بالنسبة لي يعني صحيح هي مرعبة، وواحد لازم ياخذ احتياطاته حتى يسيطر على الوضع. يعني الأمور ما تنتهي عند مرض، لازم واحد يرجع، ولأنه أكو أمل وأكو حياة بعد وأكو هواي أشياء لازم نسويها. صحي مرعب؟ أبدا مو مرعب. شنو المرعب بي؟ يعني بصراحة الواحد لازم يفرح أنه يروح للحجر الصحي، يطمن أكو أحد راح يهتم بي، أكو أحد راح يعطي علاجات. ولم تقف أو تكتفي عن مواصلة طريقها الأكاديمي، بل تواصل العمل مع المشرف على بحثها عن بعد لأجل إتمامه. ولا فرق لديها حين تطلع على مواقع التواصل إن وجدت ما يزيد عندها الأمل أو أن يقلل من عزيمتها. So yeah, doctor, as I have told you before, I have sent you the part of cultural intelligence. دعوة وجهتها قناة التغيير لمدير عام صحة الديوانية لزيارة سارة في منزلها بعد أسبوعين من خروجها للاطمئنان عليها أولا وتعزيز الثقة لديها، فتحققت الاستجابة. جينا للاطمئنان على صحتها، وهي الحمد لله والشكر بأتم صحتها عندما خرجت من المستشفى وأكملت فترة النقاهة بعد خروجها من المستشفى، تقريبا ما يقارب ال 15 يوم صار لها. فإحنا جينا نركز على أنه المرض مو عيب، المرض قابل للشفاء. المرض أنه الإنسان الالتزام بالإجراءات الوقائية والالتزام بالتوعية الصحية. العمل بالنصائح الوقائية والفحص لو حدث شك بوجود الأعراض وعدم الاستسلام للفيروس أهم ما أكدته سارة برسالة الاطمئنان التي تحدثت بها، فالحياة لا تنتهي هنا بل تبدأ بعد التفوق عليه. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.